السلام عليكم الجوار، جيسبر تكونوا بخير اون فورم. نتمنى تفرجوا على الفيديو بحال جبت لكم اهم ثلاث لاعبين غادي يغادروا تشيلسي في هذا الصيف هذا حسب خبير لاعبين فابريزيو رومانو، بحيث اعلنها على ثلاث لاعبين من تشيلسي غادي يغادروا في الصيف. اولا وزيرش مع هاد اللاعبين اولا لا، المهم نقول لكم واش كاين وشنو كتقول الصحافه وشكون اهم ثلاث لاعبين غادي يغادروا بدون ادنى شك. بداو الهضره ديال فابريزيو رومانو اللي قالها في واحد التويت، قال بلي تاش اللاعبين اللي غادي يغادروا. عندنا الاول فيكتور موزيس، هذا اللاعب مسلفينه اولا معار لفريق سبارتاك موسكو الروسي حيت قدم معهم عام جيد، داكشي علاش بغاو ياخذوا العقد ديالو يعني غادي يشريوه. اللاعب الثاني هو باكايوكو اللي كيلعب مع نابولي حاليا وفي فتره اعاره يعني غادي يبيعوا العقد كامل. واللاعب الثالث الخوت هو اللاعب اميرسون داير الايرسر تشيلسي، حيت انه كان سجل الهدف الثاني ديال اتلتيكو مدريد العاقلين بعد الهدف الاول لزياش. يعني هذا اللاعب هذا كما عارفين تشيلسي عندها جوج لاعبين كيلعبوا في مركز الظهير، عندنا تشيلول وعندنا ماركوس الونسو. يعني هذا اللاعب اميرسون ما غاديش يحتاجوا ليه وبالتالي غادي يستافدوا منه ماديا، يبيعوا باغا اليوفي باغا ميلان. وكاين شي طموري، يعني كاين ربعه اللاعبين اللي جينا نحسبهم كاملين، عندنا طموري باكايوكو اميرسون وموزيس، هاد الربعه مشاو يعني بشكل نهائي وبشكل رسمي حسب الخبير فابريزيو رومانو. وكاين بعض اللاعبين اللي قادروا يمشيو بحال جيرو ابراهام اولا، بعض اللاعبين اللي قادر يكون مفاجاه، لكن كنتمنى زياش يبقى ويصبروا عليه العام الجاي بحيث اللي خدم على راسو في الصيف هذا وخدم على التراوي البدني ديالو والنفسيه ديالو. وطوخيل ولا كيلعب في المكان ديالو راه طلعت في واحد زياش اللي من نيفو او لمستوى اخر، كنتمنى وصل هذا النيفو هذا بحيث انا عندي الثقه الكبيره فيه بحيث انه لاعب عنده جوده وفنيه كبيره. شي انا كنقول هذه الهضره قالوا نجوم عالميين بحال نيفن بحال لومبارد اللي جابوا بحال اللاعب الفرنسي المدافع الفرنسيين، ديجا قلت لكم شنو كيقولوا عليه الخبراء، يعني خاصو الفرصه ديالو وخاصو تلعب في المكان ديالو. توخيل كنتمنى يلعب في المكان ديالو باش يقدم مستوى كبير، وكنا نشاركوا ضد استون فيلا نهار الاحد في اخر جوله في الدوري الانجليزي وضد مان سيتي نهار 29 يعني السبت الاخر ضد مان سيتي في نهائي دوري ابطال اوروبا اللي غادي يكون في جارف العالم، حيت النهائي يتفرج فيه العالم كامل لا عرب لا افريقيين لا اوروبيين. علاش؟ حيت محرز اوزيرش كاينين وبالتالي اللي فاز راه غادي يدخل التاريخ كما عارفين. هذا ما كان اخوت، نشوفكم فيديو جديد، تهلاو لي فرق.